يا أهلا بحضراتكم، يا أهل الكلام المحترم. هنتكلم النهاردة عن رواية دون كيخوتي. دون كيخوتي دي بقى إيه؟ عارف حضرتك المقولة اللي بتتقال أو المثل اللي بيتقال أو كتير بنستخدمه، أنا بحارب طواحين الهوى أو ده بيحارب طواحين الهوى، أهي دي بقى الأصل بتاع المقولة دي، هي الرواية دي. والرواية دي كتير من النقاد العالميين اعتبروها من أهم الروايات اللي عرفتها الإنسانية على الإطلاق. بطل الرواية دي كان بيتخيل حروب وهمية علشان يثبت لنفسه إن هو فارس عظيم وقادر يحقق يعني العدل والسلام والانتصار للفقراء، وهي كلها كانت حروب وهمية في دماغه. البطل كان ضعيف جدا وجسمه نحيل للغاية، صانع لنفسه سيف من الخشب، ليه مصاحب اللي على فكرة الرواية فيها ملامح كوميدية كتيرة جدا، يعني ليه يعني صاحبه أو مساعده وهو سانشو، ده يعني شخص ضخم جدا عكس البطل لكنه بيتسم بغباء شديد، فهما الاتنين طلاقوا يعني مع بعض. خرجوا لرحلات الفروسية من وجهة نظرهم، واجه البطل صعوبات كتير، بدأ يتخيل حاجات، خلونا نتكلم عليها بعد الفاصل. دون كيخوتي زي ما قلنا كان بيعتبر نفسه فارس نبيل جدا، لكنه للأسف هو كان ضعيف الجسد، يعني تكفي صفعة واحدة لتقضي عليه. المساعد بتاعه بقى كان ضخم للغاية لكنه كان شديد الغباء زي ما اتكلمنا في الجزء الأولاني. قابل دون كيخوتي قافلة كان فيها رهبان، وقف القافلة، طلع لهم السيف في الخشب، طلبوا ان هم يعني يمشي عن الطريق، قعد برضو عمل الحركات بتاعته دي بحكم التصوير اللي يعني للمعركة دي في زي ما جت في الرواية، ان هم يعني زي ما بنشبه كده عندنا اللي يقول لك زرع بصل حطوا راسه في الارض ورجليه يعني لفوق. هذا بقى الرجل او هذا الدون كيخوتي يعني بدأ يتخيل المعارك مع الاغنام، فبدأ يقتل في الاغنام، فبدأ الرعاة يضربوه، فوجد غايته في النهاية مع طواحين الهوى. كان يركب طواحين الهوى ويتخيل انه هو زيه زي هرقل ويحارب كل الطغاة ويحارب كل الظالمين، وكانت هذه الطواحين تجرحه وتلقي به الأرض فيعافر ويقوم تاني علشان يكمل معركته، ظنا منه أنه هينتصر وأنه لا يليق به الاستسلام. خلصت حلقتنا، لكن الكلام المحترم ما بيخلصش على الراديو 90 90.